بر الأمان. مرحبا بكم في برنامج بر الأمان. هذه الحصة عدد 22 من موسمنا الثاني، وهذه من آخر حصص الموسم الثاني، لأنه شهر رمضان الكريم بدأ يقرب. معكم محمد حداد، مقدم برنامج بر الأمان. مرحبا بكم تسمعوا فينا على الإذاعة الوطنية التونسية، والتسجيل اليوم يتم في مقر جمعية بر الأمان، ويرافقنا فيه ويشرفنا بحضوره سي صغير الصالحي. مرحبا بك سي صغير. شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك. ومعنا زادة زميلنا غسان بن خليفة. مرحبا بك غسان، كنت في الكامور وجبت لنا ريبورتاج باش نستعرض به الحصة هذه. مرحبا وبيك محمد، ومرحبا بسي صغير. شكرا. كيف ما قلنا اليوم باش نسمعوا الريبورتاج اللي قمت به انت غسان في الكامور. الريبورتاج هذايا يتمثل في حوارات وفي مقاطع زادة موسيقية من سجلتها في اعتصام الكامور من ولاية تطاوين. الموضوع متاحة هو نجم نقوله برابط، نجم نقوله كل ميزان في الشق الأول متاعه ثم التهميش، وفي الشق الثاني متاعه ثم التمييز الإيجابي. هذا هي المبدأ اللي موجود في الفصل 12 من الدستور متاع 2014. باش نشوفوا كيفاش، هل الميزان مختل أو الميزان يخدم، هل كي يطلع واحد يهبط الآخر، أو ممكن وهذا باش نزيدوا نتعمقوا فيه في الحوار، أو ممكن ما ثماش علاقة مباشرة ما بيناتهم وما ثماش تفاعل ما بين الواحد والثاني. دونك كيف ما قلنا، إذا كان نتحدث على تمييز إيجابي في حد ذاته هو ثم إقرار بوجود تهميش على الأقل. وباش نستهلوا الحصة هذه غسان بمقطع صوتي مع محمد بوكشير. شكون هو محمد بوكشير غسان؟ محمد بوكشيم هو واحد من المعتصمين اللي موجودين في الكامور، عندهم دونك توا 3 اسابيع او اكثر شويه، وحكينا مع برشا عباد معناها في الاعتصام. وبصراحه معناها تفاجأت بالثم عمق نتاع تحليل، وثم مواضيع اللي مغيبه كي الناس تتحدث في الاعلام على الكامور ما يتجبدوش، ومنهم موضوع ذي متاع مسألة أنه يحط الاعتصام والمطالب متاع شباب تطاوين في سياق معركة التحرر الوطني. احنا في تطاوين، احنا في بر الأمان، الهدف ما هوش أنه بس نتعطاو مع مسألة الاعتصام الكامور، تعاتي كما قولوا متاع نيوز متاع أخبار وآخر أخبار وين وصلت المفاوضات مع الحكومة. لا، التمشي كيف ما أنت قلت وكيف ما تفضلت غسان، التمشي هو أنه باش نفهموا هل مبدأ الدستوري اللي تذكر في الفصل 12 كيفاش يتجسد في تحرك احتجاجي سلمي كيف ما التحرك هذا. موجودين هنا من يعني هي القضية انطلقت في تطاوين، يعني قضية تشغيل شغل حرية كرامة وطنية. لكن نحن اليوم بالنسبة لي أنا شخصيا وفي رأي الناس، الكامور وجودنا في الكامور وجود الأخوان هذه في الكامور قضية متاع يعني تحرر وطني، حبوا نعرفوا الثروات الطبيعية وين ماشي الدوله هذه اللي ما قدمت لنا حتى شيء، سواء كان على مستوى تطاوين ولا على مستوى وطني من الثروات البتروليه، ما قدمت حتى شيء. انا بالنسبه لي انا غالبيه الناس لو يجي الكونتراتوات وتتفرق الناس انها تخدم، بالنسبه لي هذا ماش موضوع. الموضوع اليوم تحرر وطني، القضيه اخذت بعد اخر مسار اخر، ويعني دخلت في اتجاه اخر في طوره. شنو تقصد محمد بالقضيه تحرر وطني؟ شنو تقصد بالضبط تحرر وطني؟ الثروات البتروليه منذ 60 سنه وتعاقب الحكومات على تطاوين وعلى تونس وكاملة، يعني وإحنا الثروات البترولية ما ندروش عليها وين تمشي وكيفاش تخرج، ولا عدادات ولا كيفية التصدير ولا كيفية البيوع ولا كيفية حتى شيء. كان هذا محمد بوخشيم، وكيف ما سمعنا جزئين من مواطنين تطاوين المعتصمين في الكامور يحط في موضوع سياق معركة التحرر الوطني، ويشير إلى مسألة الشفافية في ميدان الطاقة، وهو موضوع سبق الجزء من التونسيين أنهم أثروا في طرح حملة توين والبترول. لكن المعتصمين زاد عندهم كلام آخر عن جوهر علاقة الدولة بجهتهم في العقود الماضية. نسمع توا لمين عبد الكبير وسامي بوعايش اللي هما من تنسيقية اعتصام الكامور. نحبوا 20% هوك كصندوق على مستوى جهوي في الولاية برقابة من المعتصمين ومن المستشارين ومن قضاة ومن المحامين،
هوكا ينصبوا في ولاية تطاوين باش يمشوا على مستوى التنمية. هول 20% تقدرهم الدولة، قداش الدولة قاعدة تاخذ من تطاوين، قداش نجم تعطيها. وذا الأرقام ما نجموش نقول لك عليه تو، كان بعتالي قداش الدولة قاعدة تدخل من تطاوين كبترول وقداش نجم تعطيها. يا أخي ما نحن تابعين تونس، يلزم الدولة تلتفت لنا. هذا المطلوب كمطلب أول، وهو الدولة هذه ما مست منها حتى مطلب الأول، هذا ما مستش خلاص، عبارة ما قدمناش. طيب الكلام هذا يحيينا للسؤال الآخر اللي هو تطرح وقت كنت تذكره في حملة وين البترول. هل أنه نحن الدولة، قلت الدولة باش تعطينا الأرقام، ولا هل أنه نحن في تونس نعرف فعلا قداش عندنا بترول وقداش الشركات تطلع؟ وهل وانتم شنو كمعتصمين شنية مطالبكم في علاقة بالنقطة هذه؟ صح، بسم الله الرحمن الرحيم. الدولة من تصور الشنية تعرف قداش عندها تخرج بترول، خاطر كان جد تعرف قداش تخرج بترول الشعب التونسي كل يعرف، وما عملش الحملة اللي فاتت يكون البترول. احنا الشباب تطاوين انتفضنا من التهميش اللي صاير في البلاد، وتهميش بصفة غريبة، معنا خلينا نقوله بلغتنا احنا حجرة كبيرة ياسر. تطاوين نتصور انا 80% تخرج من موارد تونس كامله، معناها من تونس كامله هي اللي تعطي. تطاوين قاعده تعطي من الزبس للبترول للغاز لكل شيء. تصور انت معناها الغاز، هو الغاز، الغاز في تونس موجود وفي تطاوين ما هناش، مع الغاز معناها الغاز دي في معناهاش، معناها في كل شيء حجرتنا، معناها عبارة مش متابعتنا. البرمة هذه حطونا هنا احنا نعيشوا في الصحراء، تطاوين انت ثم ناس في تونس ما تعرفاش، تطاوين تتخيلها صحراء. احنا جينا ونطالبوا بحقوقنا، وهذا حق من حقوقنا وما نسبش نسلموا فيه. ونتصور احنا كان الدولة بجد، معناها بجديات، هي الدولة كيلوم، نتصور لهم ما تخليش ذريتها كاكت، معناها كان الدولة تحبنا بالحق وبالرسمي نبقوا ذريتها. وديما في علاقة بالدولة باش نسمعوا زادة لمين اللي هو يتحدث على فهمه لمبدأ هيبة الدولة. الساعة تعرف الشركات تخرج وتكون هيبة، عندها هيبة برسمي، هيبة للدولة، للشركات هذه اللي قاعدة تمص، ورجال الأعمال اللي يمصوا في دمنا هذا لازمتها توقفهم عند حدهم. الساعة قبل احنا قبل المعتصمين لازمتها الدولة تتحرك هي وتشوف العباد تخرج من ثمكتي. يعني احنا شباب تطاوين كان مش بس يخدم شباب تطاوين، يقول لي نزرع فيه البطاطا راضينا خيرنا من البترول. احنا ما رابحين فيه شيء، ما رابحين فيه شيء، تولي خيرنا نزرع فيه البطاطا نشوف فيها حل، والله نديروا حتى بطيخ خيرنا من يمصوا في دمنا وبينوه ولايات. باش ما نقولوش ما الله اعلم وين بينوها الفلوس، وين قاعده تمشي اللي يجبدوا فيها بترول، معناه يقول لك ويجي يقول لك بترول ما هناش. يا اخي اللي نشوفه فيه اللي تجبد فيه شنو هو، اللي تجبد فيه هكا شنو هو، مانيش عارف هني ظهر لي يجبدوا في والله لا فهمت ماش يجبدوا. يا اخي اللي يجبدوا فيه كمان يوميا متعديه وشركات وسخط ودنيا، شنو هو هكا، خلينا واقعيين. مرحبا بكم من جديد، كنتوا تسمعوا في مقتطفات من الكامور، تسجيلات صوتيه قام بهم زميلنا غسان بن خليفه اللي هو معنا في استوديو. معنا زاده صغير الصالحي، مؤلف مهندس ومؤلف الكتاب الاستعمار الداخلي والتنميه غير المتكافئه، منظومه التهميش في تونس نموذجا. باش نزيدو نعمقوا في محورنا اللي هو ايجابي والتهميش والعلاقه ما بيناتهم بعد الاغنيه. ما قبل كل شيء سي صغير، نحب ردة فعل للمقاطع اللي انت سمعتهم. شفناكم ممكن المستمعين نجموا يشوفونا، يشوفوا الفيديو بتاع التسجيل على صفحة بر الأمان بالعربية والفرنسية، ينجموا يشوفوك انت قاعد تكتب وتاخذ في دينات وثم تفاعل. انا لفت انتباهي ثلاثة حاجات في التدخلات. الأولى تطور في الخطاب اللي هو انعكاس تطور في الوعي، معناها اللي نوعية المطالب اللي نسمعوا فيها توا ممكن نجم نسمعوا فيها في 2010 و2011 و2012 في تطور نوعي في الخطاب. اثنين تطور ايجابي، تطور ايجابي ارتقاء بالوعي وقرب من باش يولي وعي سياسي، خاطر الوعي كان وعي اجتماعي من 2008 كان وعي اجتماعي، وفي الوقت الحاضر في رأي قرب باش يولي وعي سياسي، مازال ما وصلش لدرجة باش يولي وعي سياسي يتعبر على برامج سياسية وخيارات سياسية. وعي أنا نصنفه وعي اجتماعي متقدم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ما يجمع هذا بكل الاحتياجات الاجتماعية، هي الاحتياجات الاجتماعية من 2008 تو
بغض النظر الجمنة ولا فرنانة ولا الرقاب ولا القروان ولا كله، هو علاقة الجهات هذه بالسلطة المركزية اللي عندها الناس هذه ما عادتش قابلة طريقة إدارة السلطة المركزية بالشكل هذاك، وتحب تعيد صياغتها وتشارك فيها ونرجعوا لها، وهذا يمس مسألة امتلاك السلطة. قبل ما نوصلوا ثم نقطة أخرى تحب ضيفها سي صغير تفضل. فيه نقطة ثالثة أي اللي تعبير متاع تحرر وطني، أنا نقدر نقول ربما تحرر اجتماعي، وهذا يربطنا باللي أنا أزعم أنه تفسيري للواقع الحال. نحن في واقع كان في واقع استعمار داخلي وما زال متواصل، وككل استعمار راو معناها عبر تراكم يولد حركية متاع تحرر من الاستعمار الداخلي. وفي رأيي تو ساعة تتكلموا على تحرر وطني، هذا يمشي في سياق تحرر الجهات هذه من تكبيل الاستعمار الداخلي في بعده الاقتصادي والاجتماعي. لذا أنا نعتبره هذه حركة اللي نحب نصنفها حركة كل حركات الباقية اللي سابقة حركة تحرر اجتماعي، تختلف كونها وعيها متقدم على غيرها، وتختلف كونها مطالبها معناها صياغة علاقتها بالمركز كذلك واضحة جدا. هذا تقريبا الملاحظة اللي نحب نبدأ بها. شكرا. اللي يلفت الانتباه انه انت تتحدث على سلطة، رغم ذلك كلمة سلطة اذا كان منيش غلط ما تذكرتش، اما كلمة الدولة تذكرت وكلمة العلاقة بالمركز او دولة. يعني بالنسبة لي كانت السلطة ودولة مرادفين في الوقت الحاضر، سلطة ودولة مرادفين، واكثر من هيك تقريبا السلطة هي الحكومة. معناها نحن السلطة والدولة في تونس تاريخيا كانت هذيك هي، يعني ما هيش اذا كان هي الحكومة نجم نفهم من هذا ما هيش برلمان ما هيش قضاء. لذا لأن نحن مازلنا في نظام يعقوبي، نظام معناها الواحد التنفيذي هو اللي يحكم في كل شيء. لذا انا مانيش ياسر معناها سلطة البرلمان معناها سلطة في تقديري انا معناها في الوقت الحاضر على الاقل ما ظهرتش باللي كونها فرضت خيارات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والدليل هو تشريعها على مدى عام ونص ما صارت حتى ما قامت حتى بالتشريع لتفكيك منظومة اشتغال الاقتصاد والمنظومة الاجتماعية السابقة، مازالت تشتغل كما هي. لذا معناها مانيش ربما في مسألة الحقوق والحريات وفي مسألة المؤسسات الدولة الجديدة يعني من قضاء هي عجل القضاء ولا ليزي ولا غيرها، عملت حاجات ولا اللجنة متاع محاربة الفساد عملت حوجات ولا في الإعلام، لكن في المجال الاقتصادي والاجتماعي مانيش شايف. أنا في تقديري أداء المجلس النيابي ضعيف جدا في الموضوع هذا. سي صغير صارحي، أنت اليوم اخترت زوز أغاني، الأغنية الأولى اللي تحب تسمعها في برنامج بر أمان هي مازلت باتي. مازلت باتي علاش؟ شنية يعني هي فيها، هي أغنية فيها اعتزاز بالنفس وفيها فيها نبر التحدي وفيها يعني قدرة على المقاومة والتغلب على المصاعب. نعتقد كونها مناسبة للناس اللي يحملوا النفس كي يحبوا يطوروا في الأشياء ويقدموا في علاقات الناس بعضها، وكذلك في انتماها للمنطقة التطوين كذلك المنطقة متاع خيالنا غادي. نسمعوا الأغنية، أغنية قصيد قصيد ما زلت حتى مقاطع منها صغيرة خطرية طويلة شوية. عجب الأيام يا سي عبد القادر، وما زال بيدي الحل وما زلت كل اللي يربطوه نحل، وما زلت زي الصقر كيف نطل لي تنكسر ترك عيون الواطي، وما زال صوتي كيف حلل باللي يهدري عاند قوت الشواط. ما زال بيدي الحل ويا صاحبي حيران ما تقدر تطول في حل غير دو تمشي بالقفالة وقاتي، ويمكن تشوف الفار هاجم صل والجيد
بسم الله يشيني هدي ويا صاحبي يا صاحبي الشقلة بكياني كلنا نخاف نتكلم تنجرح الهادي تكلم وبيغاذ بيغاذ يطفح فاذ كان نزل قادر قادر يسواها جبل وشاطي وزيك سكلي في الشواجي غل والغل يسكن كالراجل عاتي باقي العلوجة العايشة في الظل كلاب ظلة تتغر على الملفاتي وما زلت ما زلت ما زلت باقي ما زال ماضي حدي أدي وما زلت واقف على القوايم قدي على القوايم قدي وما زال ريحي ما بغاش يهدي يعصف ويسوي العالية بالواطي ما زال ماضي حدي وما زلت واقف على القوايم قدي مش هكا حسيت بعض التفاجئ من اللهجة من لهجة الكل يقعدوا لهجة تونسية. مرحبا بكم مستمعينا تسمعوا في برنامج بر الأمان. كنت تسمعوا في مقتطفات من قصيد القصيد هذايا جاي حسب بعض الصفحات يقول جزء من ملحمة ما زلت باتي هو يتسمى في حد ذاته كملحمة ما زلت باتي وما زال ريحي ما بغاش يواطي قصيدة اختاره سي صغير صالحي ضيفنا مرحبا بك سي صغير شكرا ومعنا زادة في الاستوديو غسان بن خليفة صحفي في فريق بر الأمان مرحبا بك غسان انت كنت في الكامور وسمعنا في الجزء الأول الريبورتاج اللي قمت به والحوارات اللي قمت بها ونذكر المستمعين انهم ينجموا يستمعوا للحصة كاملة وللريبورتاج وللكرونيك اللي باش نسمعوها بعد على صفحة بر الأمان بالعربية وبالفرنسية ويلقوا زادة كيف كيف البودكاست في نفس الموقع ولا على اليوتيوب. مرحبا بكم الكل وكيف ما كنتوا تسمعوا الناس اللي معتصمة في الكامور تعتبر أنه ثم تهميش لجهتها والكلمة هذه مهمة وباش نرجعوها وكيف ما سمعنا زادة ثم حتى شكون ذكر بحسرة أنه تطاوين تابعة لتونس علاش الشعور هذا؟ هل عنده ما يثبت يعني ما يثبته في الواقع وفي السياسات بتاع الدولة وإلا كيفاش يتم تهميش هذايا؟ الإجابة على الأسئلة هذه معنا سي صغير اللي أنت أصدرت كتاب الكتاب هذايا كبير الحجم تبارك الله الكتاب هذايا 600 صفحة أي اسمه الاستعمار الداخلي والتنمية الغير متكافئة والعنوان صغير تحته سوتيتر منظومة التهميش في تونس نموذجا. إذا كان ثم منظومة التهميش في تونس وين وزارة التهميش سي صغير؟ وزارة التهميش والله سؤال جيد ربما عنوانها الأول هو وزارة التنمية وزارة التهميش عنوانها الأول أي وزارة الوزارة المعتنية بالتنمية هي مرات كانت تخطيط ومرات كانت واحد لكن إذا كانت حبة واحد يعني سي عبد الكافي ربما يكون في الوقت الحاضر هو الوزير المهتم بال لا هو في واقع الأمر معناها تجاوز الدعابة اللي التهميش كيفاش تخلق في تونس كيفاش معناها المنظومة كيفاش نشأت المنظومة نشأت باختزال هو امتلاك السلطة الناس اللي امتلك تم فيه مسار الاستقلال أفرز مجموعات امتلكت السلطة نجمو نتناقش ونفهم كيفاش معناها متعرضوا في الكتاب كيفاش امتلكت السلطة ونظرا لضعف الاندماج الوطني والانصهار الوطني مازال متعثر الناس اللي امتلك السلطة اشتغلت كونها مجموعة مش كونها قيادة وطنية وهكذا تكرست في الواقع دولة المجموعات والمجموعات اللي امتلكت السلطة احتكرت السلطة في واقع الأمر مش امتلكتها وتحت شعار المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني وكذا صار توجيه الفوائد الاقتصادية والتنمية لجهات انتباه هذا تقريب وعنها بالنتيجة حب ربما تلقى اللي فيه علاقة واضحة جدا بين الجهات اللي كانت ماسكة بالسلطة التاريخية للتوى والنمو متاعها وتلقى الناس اللي ما شاركتش في السلطة مثلا تطاوين على مدى حكم بورقيبة متسمى منها حتى وزير مثلا سيدي بوزيد كيف كيف معناها قبل لي شارك منها وزير مدة 3 شهور سي صغير صالحي انت لهنا قمت بربط ضمني يعني ما بين السلطة والتهميش أما كي نسمعوا مثلا في مختلف التحركات الاجتماعية اللي حكينا عليهم من 2008 وحتى قبل إلى يومنا هذا
في غالب الأحيان التهميش يكون عنده معنى اقتصادي، معنى تنموي. يعني نسمعوا انه ما ثمش كياس، ما ثمش سبيتال، ما ثمش مرافق عموميه، طب في التطاوين مثلا، طب التوليد. هذاك على هذاك يعني الرابط كيفاش تقولش عليه رابط ضمني ايفيدون؟ يعني ما يتحدث علاش علاش على خاطر اولا طبيعي باش العباد يتكلموا، مش يتكلموا بالمشاكل اللي يحسوا بها. لذا هو باش يحس اللي المكتب نتاعه نتائجه خايبه، باش يحس بيطار ما فيش طبيب، باش يشعر باللي كانوا الطريق اللي يمشي فيها مكسره، باش يشعر هذه الاعراض يعني تقصد. لا طبيعي هو باش سيلي سمتوم اللي تحسوا، اما ثم انت تتحدث على حاجه، لا ثم المنظومات اللي تنتج الوضعيه هذيك. انا نتكلم على المنظومات، ولهنا عمليه الوعي هي من غادي معناها الانطلاق من الناس اللي عنده الطريق متعثره ولا عنده سبيطار ما يشتغلش، اللي يخلط يتكلم على تحرر وطني، هذه مسافه وديجا قاع. وهذا ما عادش تكلم على سبيطار ولا يعني ولا تكلم على تحرر، على تحرر وطني. هذه هي كانت الملاحظه نتاعك كي سمعت الروبرتاج بالضبط. اثنين، هالمنظومه هذه تشتغل مش عن طريق السلطه، معناها فيه تواريخ وفيه قوانين وفيه اجراءات وفيه. في تقديري انا المرحله اللي ربما باش يمر هالمنظومه هذه كيف تشتغل، هي في الواقع الامر الدوله شنو هي؟ هي مؤسسات وقوانين. لذا المطلوب هو شنو؟ المطلوب اللي الناس هذه عبر المؤسسات والقوانين تكون مشاركتها في إدارة الشأن العام أكثر من اللي كانت هو، وتكون مشاركتها أكثر. شو معناها؟ ثم زو طرق. أما الطريق الأول تقول لي أنا نبهك رو مثلا في الحكومة الحالية كي يجتمع مجلس الوزراء باش يقرر في الشأن الوطني، ما فيش واحد من تطاوين، ما فيش وزير من تطاوين، وما فيش وزير من قبلي، وما فيش وزير من قفصة، وما فيش وزير من سيدي بوزيد، وما فيش وزير من القصرين. لذا لذا معناها صعيب شويه باش هالناس هذه تخلط راهم، وما تقوليش راهو ما عندوش معنى وكذا وطنينا، مش صحيح. خاطر نعرف ثم وزراء ما داش كان في الوزارات نتاعهم، وثم صارت مشكله في الكاف هزوا وزيرة الشباب للكاف، وساعات صارت مشكله في التطاوين هزوا كاتب الدوله التطاوين. لذا هما بيدهم ضمنيا عندهم قناعه بالانتماء الجهوي عنده اهميه سياسيه. تبقى تجيني تقول لي لا والله واحد لا. على خاطر في نفس الوقت البرلمان اعطاهم الثقه، البرلمان يمثل يمثل كل المواطنين. يعني صحيح انا في تقديري الاحزاب الحاكمه هي احزاب يعني شكليا هي احزاب وطنيه، لكن شايفها احزاب جهويه في ممارستها السياسيه. شنو لا نحب نقول لك حاجه، تفضل تفضل. مثلا الحزبين الكبار وزراهم الكل محصورين بين تونس ونابل والساحل وصفاقس، ما عندهم حتى وزير خارج ذلك كل معناها النهضه والنداء، ما عندها المسيرة الغربية فيها حتى وزير. معناها شو ثم وزيرة الشباب والرياضة التحقت مؤخرا بالنداء، السيدة مجدولين الشاب، السيدة مجدولين الشاب، الباقي ما عندهم حتى وزير. لذا هو هم بيدهم على في عبر تعيينهم لقياداتهم هما أحزاب جهوية، واليوم نحن الدستور أحزاب جهوية. غسان بن خليفة، أي يعني أنت نوعا ما نجم يتفهم كلامك أنه فمك جانب تمثيليه، معناها تمثيليه الجهات في صنع القرار. لكن هذا معناها اول حاجه يطرح سؤال، مثال حركه النهضه برشا من قياداتها بما فيهم رشل غنوشي جاي من الجنوب، الاخوين العريض. يعني شنو اللي يفسر ممكن يعني العريض كان رئيس وزراء في فتره ما به؟ هذا الاول. اثنين، يعني خلينا نحاول نفهموا اكثر زياده بخلاف الجانب هذا اللي هو مهم كما قلت، التهميش هذا كيفاش يتم تاريخيا وعبر السياسات والقوانين؟ اذا خطت نرجع من بعد شنو المطلوب في المحور الثاني. انا فقط نشير ملاحظتين بالنسبه للنهضه، واحد ما نحبش نركز على ياسر، اما نقول لك راهو ثلاثه وزراء والكتاب الدوله نتاعهم كلهم معناها بين نابل وتونس والساحل وصفاقس. ما عندهاش علاش مهم الشيء هذا؟ لا لا مهم، لا لا نمشي على بالك. ثم تقرير في بالي انت مطرحين عليه اللي وان شاء الله يتعرب، اللي هو تقرير هذا اللي عندنا انترنت كرايسيس جروب اللي اسمه لا ترانزيسيون بلوكي كوربسيون اي ريجيوناليزم تونيزي، الانتقال المعطب الفساد والجهويه في تونس. اصدر في 10 مايو باش اخر يصدر في اخر شهر مايو بالعربيه، وانجو ممثل كرايسيس جروب في تونس ميكائيل عياري. تفضل. شكرا. نحب نقول كلمتين لول. راو في التقرير هذاك فيه هو يفسر النهضه كيفاش والثقل نتاعها نقلته للساحل، وهو يتكلم على مجموعه المستير في النهضه. هذا التقرير مش انا. لذا هي بيدها معناها في سياق التوافقات اللي تعمل فيها وكذا، معناها ماشي في الاتجاه هذاك. والوزراء نتاعها نقول لك راه واحد من نابل وواحد من سوسه وواحد من المستير، هذوما على الاقل الوزراء. والامين العام نتاعها في بالي من مساكن اللي هو وزير واحد. معناها
يعني شنو تعمل في حسابات ما نعرفش عليها، اما اللي معناها اللي نشوفوا اللي مشاركين في السلطه هذوكم هما. ورئيس الكتله نتاعها سي البحيري في بالي يرجع لسيرة صفاقس، معناها ايه البحيري مش وليد بن عروس سير جبنيان، لا سير جبنيان الاصل اي سير جبنيان لي، لا شنو التوازنات ما نحكمش عليها، قد تكون قواعدها اكثر، قد تكون قياداتها الوسطى اكثر، قد تكون واحد باقي الكارتم كله ما عندهمش مناصب كبيره ياسر على فكره، الاسماء الكارتم العريض ولا غيره، معناها يعني ما ندخلش في السياقات هذه. اما انا نلاحظ الاشياء اللي نجم نعبر اللي نجم تتشاف. النقطه الثانيه التقرير مهم ياسر، يا ما سوي بلا ميساج سمحني، وقت اللي كانوا كان رئيس وزراء وكان وزير الداخليه العريض، علاش ما وجوده ما غيرش واقع التهميش ولا مستسر هو شو العراقيل شنو رغبته هو شنو كذا، كي تجي الفكره تنجم تحكي حاشي بتحليلك انت. لا لا انا تحليلي، انا تحليلي النهضه وقتها ما كانش رايها باللي كونها باش تصلح الوضعيه هذه، كان رايها باش تستولى على الحكم وباش تشتغل على معناها حكم اعاده المنظومه حسب ايديولوجيتها هي. هذا برنامجها في 2013 و2012، معناها دونك اذا ما كانش من اولوياتها في هذا في تقديري واضح. مع التحفظ اللي هما كان يعطوك اكثر دقه، هذا قراءتي انا الشخصيه المسؤول عليها. اما سامحني النقطه هذه مهمه سي صغيره صافي، يعني اليوم من يتم انتخابه مهما كان التوجهات السياسيه نتاعه ولا الايديولوجيه نتاعه عنده حسب ما نفهم زوز خيارات، يا اما يدخل في المنظومه الموجوده و ينجم يطرق فيها بعض التغييرات الصغيرة، وإلا يعاود كيف ما يقولوا يلغمي أنكوز، يعاود يسائل المنظومة موجودة بطريقة جذرية، يعني مش نظهر تقوش علينا بالضبط. في تقديري في تقديري هذا الفرز الحقيقي بتاع المشهد السياسي طبعا. هذا الفرز الحقيقي الفرز الحقيقي بتاع المشهد السياسي، مش ديولوجي مصحيح، مش نتاع هوية ودين وعلماني وتقدم وحداثة وكذا، ما هيش نظرات اقتصادية. لا 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 لا، الناس اللي تحب تحافظ على اشتغال المنظومة التاريخية، والناس اللي تحب تراجعها وتحط فيها تغييرات جوهرية. هذا في رأيي الفرز موجود هنا. سمي روحك جبهة شعبية، سمي روحك حركة دينية، سمي روحك جمهوري، سمي روحك أفاق، سمي روحك اللي جي على بالك. الفرز الحقيقي هو هذا، جي منا ولا جي منا، قد يكونوا في فرد الحزب، لكن لكن تغييرات تاريخية في أنا محاور بالضبط، محور الاقتصاد بالأساس، في محور الاقتصاد، معناه في محور الاقتصاد طريقة اشتغال الاقتصاد، طريقة الإنفاق العمومي في رأيي هذو مزوز. طريقة اشتغال الاقتصاد اللي في جرتها تم التراخيص تشكون نعطوها وما نعطوهاش وكذا، والشفافية فيها وهذا المجر، وثم الإنفاق العمومي. بالله ماذا بينا نتكلم شوية على الإنفاق العمومي خاطر التهميش بكرة ما ذكرته واحد تفضل. ثم ملحوظة أولية، ساعات تقرير راهو يقول في حاجة مهمة جدا، كرايسيس جروب يقول لك راهو تو نحن توانسة معناها ترتبنا حتى نسي الحبيب الصيد ساعة اللي جاء خارج قال لنا راهو ثم فساد، وراهو محاربة الفساد أصعب من محاربة الإرهاب. هذا الاعتراف اللي صار اللي جاء خارج، لكن الناس كلها توا معناها تتحاشى وهيك تتحرج بشكل شبه اخلاقي باش تتكلم عن المساله الجهويه. لا، التقرير يقول لك راهو المساله الجهويه عندها نفس الاهميه هي والفساد كيف، وان شاء الله نترقبوا ما نبعد ما نوخروش ياسر باش نطرحوها المساله الجهويه في العمق، تطرح كموضوع اساسي للتقدم في مساله هذا المسار الانتقالي، لانه ما نجموش، وانا مقتنع باللي جاء في التقرير باللي كونوا غير قادرين على إنجاز مسار انتقالي ديمقراطي مع بدون محاربة الجهويات. في رأيي عندها نفس الأهمية، الفساد والجهويات يكتسبون نفس الأهمية كعراقيل للتقدم في المسار الديمقراطي. معناها التوانسة بطموش أرواحكم جماعة اللي يحبوا الديمقراطية ويستفادوا معناها من الامتيازات التاريخية اللي موجودة عندهم يخيروا، اما يمشوا للديمقراطيه ويتخلوا شويه على الامتيازات، او لا كما قاعدين توا واقفين ضد التحول الديمقراطي باسم حاجه اخرى. هذا مازلنا باش نحكيوا على الافق، لكن في محاوله مره اخرى لفهم الاسباب التهميش، انت في الصفحه 26 من الكتاب تتحدث وقتها كيفاش في اواسط التسعينات اصبح التفاوت في التنميه سميته خيارا رسميا، وذكرت هوني انت توجبت المساله الجهويه، لكن حاس انك ماكش قاعد تتطرق ممكن بشكل عميق المساله الوطنيه اذا نحب نسميوها. وني ذكرت كيفاش الخيار الرسمي هذا التنميه ولا التفاوت ولا خيار رسمي كان نتيجه الانخراط في العولمه وما يقتضي ذلك من ضروره التركيز على المناطق الافضل موقعا لمواجهه المنافسات العالميه اي الشريط الساحلي.
يعني هل الجانب هذا ما يأثرش على الجانب الآخر اللي هو الجهية؟ أنت في كتاب تقوله الشيء هذا تهميش تقول لي كيفاش ومعناها سؤالك بكري على دونك ما منيش أنا لا أنا فقط ما نحبش الحاجة تكون ميكانيكية وكل مرة فيه تهميش واحد فيه بالضرورة علاقة مع الخارج في الحال اللي ذكرتها من 94 ورجعي إيه وأنا أقول لك بدأت من قبل بدأت من الوضع في تونس لا لا على خاطر أنا زاد عندي مشكلة أخرى ما نحبش ياسر التوانسة عادة يحبوا يتكلموا على مسألة الكومبرادور ومسألة الإمبريالية وكذا لكن ما يتكلموش على مسألة التبعية اللي هي مسألة داخلية طبعا. وعلى خاطر الحديث عن الإمبريالية وكذا يعفيهم ومن الإحراج ويخسروا صدقات لنا في تونس ويخسروا مشاكل واحد دونك يتكلم المشكلة راهي عند البراني لا عندنا مشاكل داخلية كذلك وهذاك علاش أنا نصر ربما نختلف فيه على غيري نصر على الحديث على المشاكل الداخلية والمجموعات الداخلية كيفاش صاروا مع بعضها لاحتلال المواقع ولإدارة الاقتصاد ولإدارة السلطة وهذا المجال هذا أما معناها فكرتك واضحة على الأخر صغير نوصل توا المنتصف تقريبا منتصف الحصة نظن أنه وقت أنه نزيدوا نسمع أغنية أخرى أغنية هذه نخليو المستمعين يكتشفوها وهي زادة من اختيار سي صغير صالحي تقدم هنا توا ولا بعد ما نسمعها سي صغير والله هي أغنية معناها من تراث الجنوب الشرقي كذلك هي الجمل اللي يهدر لذا معناها نتصور الناس اللي يعرفوا معناها فيه في تواصل هذه معناها متواصلة حتى تقرب حتى للركروكي بتاع الشيرة الغربية بتاع تونس معناها لكن أصلها هي شيرة بتاع الجنوب الشرقي معناها جمال اللي أنا قدار يا خوالي مرحبا بكم من جديد تسمعوا في برنامج بر الأمان هذه الحصة عدد 22 من موسمنا الثاني اليوم الموضوع هو العلاقة ما بين التمييز والتمييز الإيجابي والتهميش أو العكس بالعكس الصورة ذكرتها لكم في أول الحصة مستمعينا اللي هي صورة هالميزان اللي هل من جهة كي ينقص التهميش يتزيد التمييز الإيجابي وإلا ممكن ما ثماش علاقة بينتهم احنا ذكرنا في الجزء الأول من الحوار قاعد تخم فيها انت صغير صالحي معنا في مقرب الأمان وين يتم تسجيل الحصة هذه في الجزء الأول من الحوار قمت بتأكيد على الرابط ما بين الرابط اللي يربط السلطة من جهة والثانية امتلاك السلطة امتلاك السلطة لا بوزيسيون دو بوفوار شكون اللي يحكم شكون اللي يحكم شكون اللي عنده سلطة بمنطلق الانتماء الجهوي حسب ما قلت في تونس في تونس خلاف الدول الأخرى عندنا انسجام ديني عندنا انسجام لغوي عندنا انسجام ثقافي لكن
عنا الفارق الانتماء المناطقي والمكاني مهم ياسر، وهذا راه تاريخيا مع الدول الحفصية عندنا معناها في وفراي عنده يلعب في بعض الحالات نفس الأهمية في بلدان أخرى اللي عندها فوارق إثنية أو عرقية أو ثقافية أو غيرها. معناها هذا، وهذا في تونس معناها ما نحبوش نتكلم عليه، لكننا في تقديري لازم نتكلم عليه ونعالجوه بهدوء. والنجم زيدا نطلعوا بأكثر دقة على كتابك الاستعمار الداخلي والتنمية الغير متكافئة اللي يتحدث على المسائل هذية ويتعرض لها بأكثر دقة. معنا زيدا في التسجيل اليوم في الحصة غسان بن خليفة. غسان سمعنا الروبرتاج اللي قمت به في الكامور من ولاية تطاوين في الاعتصام. نذكر المستمعين أنه تمشي نتاعنا اليوم ماهوش باش نحكيو على الأكتواليتي، على الأخبار، على آخر المستجدات متاع المفاوضات. الفكرة أنه كيف ما عودناك في بر أمان نعملوا خطوة التالي، نحاولوا نغزر المشهد بطريقة متكاملة. وعلاش يقول القائل نحكيه على مظاهرة أو اعتصام من بعد نحكيه على تهميش وتمييز إيجابي؟ لأنه برنامج بر أمان كيف ما تعرفوا يهتم بمشاركة المواطنين في أخذ القرار من جهة، وكيفاش القوانين تأثر على المواطنين، والاعتصامات التحركات الاجتماعية كيف ما الليحات وإلا كما معروفين بالـ petition وإلا عديد من الطرق الأخرى، المراسلات للنواب والحضور في الجلسات نتاع البلدية، هما طرق أخذ قرار. في الفصل 12 اللي نقرأه تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي، كما تعمل على استغلال الرشيد للثروات الطبيعية. غسان، كيفاش واحد من معتصمي الكامور يفهم التمييز الإيجابي اللي طالبوا به؟ أو بيتساءل يقول لك حكاية التمييز الإيجابي هذه مش فاهمينها، يقول لك إذا تطاوين مش تاخو نسبة مثلا من مرابح البترول تولي حتى قفصة نفس الشيء، تولي حتى الشمال الغربي يقول لك خليها القمح متاعنا، يقول لك جماعة الساحل يخليوا الزيت. كيفاش تجاوب على الكلام هذا؟ التمييز الإيجابي يعني تبقى نسبة معينة سواء كانت بترول ولا فوسفات في قفصة ولا فلاحة في باجة ونعش كيفاش، يعني تبقى نسبة معينة ديما بشكل ياخذ شكل تنموي في الشيء هذيك. عندك مفهوم آخر ديفينيسيون أخرى المبدأ التمييز الإيجابي سي صغير صالحي؟ مش نتكلم عن التمييز الإيجابي، يلزمنا ساعة في الوقت الحاضر الإنفاق العمومي نفهموه والمشي. خاطر شو معناه التمييز الإيجابي؟ معناها باش نجي باش نعطيك أنت ربما أولوية ولا أفضلية ولا نسبة أكثر من غيرك مقارنة مع اللي كان مع غيرك. لكن في الوقت الحاضر ما نعرفوش نحن الإنفاق العمومي وين صاير في الوقت الحاضر. أنا نحب نركز على حاجة، أنا ماذا بي وزارة الصحة مثلا ولا وزارة التعليم ولا وزارة التكوين المهني تعطينا مثلا قداش على تكوين كل شاب في ولاية القروان مقارنة بالولايات المجاورة لها شرقا. أنا نجم نقول لك هذا اللي بالنسبة لكل شاب الدولة التونسية تصرف 5 مرات في الولايات المتاخمة ولاية القيروان شرقا مقارنة باللي تصرف فيه في القروان، وتصرف 4 مرات بالنسبة كتقارنها بباجة ولا كتقارن الولايات اللي ذكرتها الولايات المتاخمة شرقا القروان كتقارنها باللي تصرف فيها في باجة ولا في سيدي بوزيد ولا في قفصة ولا في الكاف ولا في غيره. شنو هي الميثودولوجيه استعملتها باش تحدد عدد الشبان الموجودين في شريحه عمريه محدده باعتماد على ارقام المعهد الوطني للاحصاء وعلى المؤسسات الموجوده نتاع التكوين المهني، مثلا 15 في سوسه وزوز في قفصة. نعطيك فكره معناها ماهوش بروبورسيونيل مع عدد السكان اللي تمشي بكل وطاقه الاستيعاب، وحتى معناها هم عندهم 3 مستويات نتاع تكوين مهني، مستويات معناها الاضعف موجوده في الجهات المهمشه تسموهم الداخليه، وانا عندي تحفظ لبدرك سمعت اي ما تمشي الجهات الخارجيه كان يدلوني وين الجهات الخارجيه ونقول لكم الجهات الداخليه. ما زلت مادام ما تمش جهات خارجيه لذا ما عندي تحفظ كبير على خاطر فيه تقسيم البلاد وفيه اهانه للمعنيين فيهم وفيه مضمونه هذا ما ناس ثانويين ولا جهات ثانويه هذا مضمونه الفعل. لذا معناها كنشوفوا هذا وشوف انت عدد السبيطارات. انا شو نقول؟ انا اقول في تونس عندنا 13,700 مليار اجور تيترا اجور. خلينا جست نوضحوا المواطنين في العنوان الاول من الميزانيه صحيح. هو عنوان التصرف اللي يدخل فيه كيف ما نقولوا الاجور خاصه الشارج والاجور صحيح. وانه ميزانيه الدوله التونسيه في 2016 سلحوني كن غلط فاتت 50% في التأجير العمومي.
13700 تقريبا على 30000 تقريبا هذا الف... عتاجير هذا من دخلوا ما دخلوش الشركات العمومية قد يكون معناك دخل شركات عمومية 13900 نحب نشوفهم وين موزعين وين يتصرفوا هالأجور هذه الدولة التونسية وينتفق فيه ها هو اللي هنا ميز إيجابي شوف قداش تصرف وزارة التربية على تلميذ في تطوين وقداش تصرف عليها في بلايص أخرى أيه ما في نفس الوقت باش الدخل ينجم واحد يقول لك سي صغير في تطوين مثلا مش نفس عدد السكان اللي موجود لا في تونس بالنسبة لكل فرد تحكي بالفرد واضح التلميذ أنا نشوف ماذا بيا نعرف التلميذ في الابتدائي في القصرين قداش تصرف عليه الدولة التونسية وفي مالات أخرى قداش تصرف عليه أنا التقدير اللي عندي قد توصل حتى هو مرة ونص ومرتين ونمشي مع أكثر من هيك يعني الخمسة مرات اللي ذكرتهم بعد لا خمسة مرات هذاك فيما يخص التكوين المهني ثابت واضح باهي وتوصل حتى أكثر من خمسة مرات فيما يخص التعليم تتراوح بين واحد واثنين يعني نستسمحك لهنا صغير فقط إشارة للمستمعين بتاعنا أنه فريق بر أمين قاعد يشتغل على حصة تهم التعليم وحسنا بحقنا في ذي المعلومة على معلومات كيف ما يقوله هو التابلو ستاتيستيك الجدول الإحصائي لبعض المعاهد في تونس ونلاحظوا أنه مثلا معهد كيف ما معهد الإمام المسلم اللي موجود في المزهر الأول عنده نسبة نجاح في البكالوريا 80% ونذكروا أنه المفاجأة الكبيرة اللي جات في جوان 2016 للمواطنين الكل أنه نسبة مثلا نجاح في التطوين والمدنين كانت مدانية برشا وبالضبط نجم نحكيه على معهد الذهيبة في قفصة والقصرين كانت 11-14% ولا في الذهيبة كانت في أقل من 20% هذه فادتها نجم نقولوها العباد يعني التونسي في نفس التونسي في, 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 في معهد الإمام المسلم وإلا في الذهيبة النجم عنده 4 مرات أكثر أمل باش يتحصل على البكالوريا هذاك انعكاس للإنفاق العمومي في الباب الأول من الميزانية على خاطر عدد الأساتذة مش كيف كيف وانت لاحظ الناس اللي تحتاج مدرسين النواب لقيت مرة يحتاجوا في المنزة ولا في المرسى ولا في المستير ولا في السوسة يحتاجوا ديما من التطوين وقبلي والقصرين وقفصة هذاك مع نوعية المدرسين مش كيف كيف نوعية خي الوزير يتكلم على ناس زيدين معناها ثم فيه سيد وزير التربية السابق يتكلم على فيه بلايس استاذي قري في ساعة هو ذكرها معناها ثم فائض متاع سادة في حين ثم مدارس بقت تستنى شهر ونص شهرين ما عندهاش معلمين النجم نكملوا نذكر مثال متاع الإمام مسلم ثم 7 مواد اختيارية مثلا وفي الذهيبة ثم انجاز مشروع اللي هو ماهوش مثلاً تدريس فيه بالضبط لذا هذا أنا نحب الناس تتكلم عن التمييز الإيجابي يا أخويا قبل ما نتكلم عن التمييز الإيجابي أي الساعة ننشر الدولة التونسية كيفاش تنفق على مواطنيها في جهات في التعليم وفي الصحة وفي النقل وفي كل المرافق العمومية توا بعد النجم نتكلم كي نفهموا النسب قداش أنا طالب ساعة في مرحلة انتقالية يا أخويا المساواة مش تمييز إيجابي لا ما تميزش ما تعمليش تمييز سلبي برك رفع التمييز السلبي في المرحلة الأولى وكي نولوا كي وكتولي فيه مساواة توا نتكلموا على تمييز ايجابي اما توا جيت غلطني وتضللني هاو ثم تمييز ايجابي ثم كذا وما ثمش ارقام لذا وهذا يجر حاجة اخرى وفي علاقة بالمسألة الوعي اللي ذكرتها سابقا نتاع الناس اللي معتصمين في الكامور وفي غيره انا في تقديري باش تولي المسألة عندها طابع سياسي هو الاشتغال على القوانين اللي تدير في العملية الاقتصادية والاجتماعية وغيره القوانين هذه باش نذكر بعض منها مثلا القانون الأساسي الميزانية والله ما تذكرش يعني أنت توا احنا مانيش الهدف تاعنا ما هوش نكونوا في الأكتواليتي ما احنا في قلب الأكتواليتي لأنه القانون الأساسي مشروع القانون الأساسي للميزانية قاعد مجلس نواب الشعب باش يتحدث فيه في اللجان الجمعة هذه وإن شاء الله يكون وإن شاء الله ما يكررش نفس الواحد كما توا ثم القانون نتاع السلطه المحليه اللي يشتغلوا عليه ويوخروا ويقدموا مجله الجماعات المحليه انا في بدايه 2015 عطاني واحد من النواب النسخه الاولى وقتها اللي صدر في عهد السي الحبيب السيد وطلب مني راي شفتوا فيها اكثر من 300 فصل موجودين لهنا اكثر من 300 فصل لكن معناها ما يعطي حتى شيء الجهات باش نقول لك معناها من غير انا في تقديري راهو مثلا هذا يا خويا الانتداب متاع الطب ولا متاع الأساتذة والجامعيين ولا التعليم العالي فاش قامت السلطة المركزية هي تنتدبها وبعد يمشي غادي وبعد يعدي عام وبعد يقول لك نحب النقل لا كان يتدبوا المستشفى الجهوي في الكاف تو يبقى في الكاف وعينته باش يخرج من الكاف وقت يقدم استقالته ويمشي يرجع على خدمة أخرى أما تنتدبوا الإدارة المركزية لهنا يمشي غادي يعمل عام ونص وبعد بالعلاقات بالتليفونات بالحبيبات بكذا يتنقل
كيف الأسادة وتبقى ديما المناطق هذيك عندها أسادة ديما جدد وأسادة ديما يدربوا وطبا مش مستقرين وهلو مجرد. لذا في فرنسا والتوانسة يحبوا ياسر المقارنة مع فرنسا راو انتداب سيقوم به ليزاكاديمي ما تقومش به الوزارة والأكاديمية عندها انتماء معناها مجاني محدد. لذا هذا معناها تخفيف عملية امتلاك السلطة في بعد من الأبعاد بتاعها هي تخفيف السلطة المركزية في السلطة. قانون ثالث كمل به أي. هو قانون التاهية الترابية. لأن عندنا قانون تاهية الترابية. تاهية الترابية شنو هي؟ مضمونها هو توزيع النشاط الاقتصادي والاجتماعي على التراب الوطني. هذا شنو معناها التاهية الترابية؟ في تونس يا خويا احنا عندنا تاهية ترابية. أنا مانيش عارف وزارة التجهيز والإسكان والتاهية الترابية في موضوع التاهية الترابية شنو تشتغل؟ شنو خرجت؟ راهو توا رسميا ما عندناش مثال للتاهية الترابية حتى نتاع 94 96 مش معترف به رسميا. معناها يشتغلوا به اون كاتيميني سريا معناها لكن رسميا مش مصدق عليه حتى واحد وممنوع تداول معناها سري. بس انا نقول لك سري سري علاش؟ سري على خاطر الدولة تشتغل هكذا الدولة تشتغل بمسائل سرية. انا تحصلت بطريقة غير مسموح بها إداريا هي على الصحفيين كما الصحفيين يمكن لا على بعض وكانت تنجم تعمل تعمزية تزيد على 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 بعض المنشورات نتاعو لكن مش منشور رسمي وتدخل وبعمر ما نشروه تو نزيدوا نتاكدوا فيها المساله هذه بطلب النفاذي للمعلومه نطلبوا في شخص رسمي تفاجئ كيفاش عندي كيفاش عندك قلت ولا غالب عندي قال لي لا من المفروض ما يكونش عندك لان ما يصيرش نمرنوا هيئه نفاذ المعلومه اللي ما زلت ما يقول لك مش ارزاقها نطلبوا المعلومه هذه ونخليوها انا نشجعك على ذلك بقى راهو مازال مش رسمي معناها وثيقه غير رسميه اي الناس منحصلوا عليها رغم لا يقول لك نجم يجاوبك يقول لك مش موجود انا نشجعك بس مش موجود رسميا رسميا في الوثائق الرسميه نتاع الدوله التونسيه ما ثماش حاجه تتسمى مثال التاهيه العمره الترابيه ما تقول لك موجود تقول لك لا مش موجود رسميا مش موجود ما صدق عليه لا مجلس وزراء لا مجلس نواب لا مجلس مستشارين لا مجلس الاقتصادي والاجتماعي لا حد شيء هذا تحدي به تو نحاولوا نتحصلوا عليه غسيل بن خليفه صغير احنا باش نواصلوا نحكيوا في الكلام هذايا وانا زاد ماذا بين نسالك من بعد رايك في اللامركزيه وفي الحديث الكبير عليها وفي دور البلديات ومساله التدبير الحر لكن قبلها بما انه احنا المحور الثاني قلنا على التمييز الايجابي عملنا تدوينه صوتيه او كرونيك انا وزميلتي ايمان شبعان باش نسمعوها ومن بعد نرجع نواصلوا النقاش تبربيشه ايش معناه تمييز ايجابي هو مبدا قانوني يعتمد في العديد من البلدان اللي تعرف ظواهر اقصاء او ظلم يكون ضحيته فئه او بعض فئات المجتمع ظواهر تنجم تكون على اساس اللون او الانتماء الاثني او الطبقي او المناطقي او غيره لرفع الحيف على الفئات هذه أو لتعزيز حظوظها في تجاوزه تقوم الدولة بسن قوانين تمنحها امتيازات أو تسهيلات خاصة بها الامتيازات هذه تنجم تتعلق بالنفاذ لتعليم قريب وجيد مثل ما هو معمول به في البرازيل وفرنسا لصالح أبناء الحياة الشعبية الفقيرة أو في الوصول للوظائف العليا بالإدارة والوظيفة العمومية كما مطبق في الهند لصالح طبقة المنبوذين وكما مطبق في دول غنية كل الولايات المتحدة والكندا لصالح ما يسمى بالأقليات المرئية واللي تنجم تشمل الأشخاص الملونين والمهاجرين وحتى السكان الأصليين وكما النظام هذا عنده إيجابياته وأنصاره عنده كذلك سلبياته ومنتقديه اللي يراونه ممكن يؤدي إلى ظواهر متاع طائفية ومناطقية وجهوية ويهمش قيمة الشهادات العلمية والكفاءة ونسمعوا توا الجزء الثاني من الكرونيك هذه كرونيك تبربيشة اللي باش نعملوا جولة حول العالم في مختلف التجارب في التمييز الإيجابي أما بالنسبة لفكرة تخصيص نسبة من مداخيل الثروات الطبيعية كما يطالب به المعتصمين في تطاوين وقبلهم زاد في الحوض المنجمي عام 2008 فهو مطلب كما شفنا مش جديد في تونس وسبق حتى لبعض النواب التأسيسي المطالبة بإدراجه في الدستور لكن رأيهم ما تعداش وتم الاكتفاء بذكر مبدأ التمييز الإيجابي في الفصل 12 بقية ثم بلدان يتطبق فيها مبدأ التمييز الإيجابي بالمعنى المذكور أعلاه منها مثلا أندونيسيا ماليزيا بوتسوانا ولو ما لقيناش برشا تفاصيل لكن مش بعيد علينا ياسر في تشاد قررت سنة 2003 أن تخصص 4.5% من المداخيل للجهات المنجة للثروة كذلك ممكن نلقى وجه شبه مع سياسات أخرى عندها علاقة أكثر باللامركزية
مثلا في كندا لنظام يتسمى فيدرالي، نلقاو الدولة تتقاسم مع مقاطعاتها السبعة صلاحيات القرار في قطاع الطاقة. يعني المقاطعات هذه كيما الكيباك أو ألبرتا تشرف على عملية الإنتاج وإسناد رخص التنقيب والاستغلال، وكل واحدة منهم تملك شركة جهوية لإنتاج الكهرباء، وعندهم الحق كذلك يبيعوا الطاقة الكهربائية والبترول داخل كندا أو خارجها. فيما الدولة في العاصمة أوتاوا تشرف على قطاع نقل النفط والأنابيب وتنسق بين المقاطعات لضمان التوازن المالي الجملي والأمن الطاقي للبلاد ككل. ونفس الشيء حتى النظام هذا عنده منتقديه، وسبق أنه خلق توترات بين بعض المقاطعات والدولة الفيدرالية، خاصة المقاطعات الثرية اللي ترى أنها أولى بكل مداخيل الثروات الطبيعية الموجودة فوق أرضها أو تحتها كما هو الحال في تطاوين. بربيشة. مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان. هذا آخر جزء من الحصة متاعنا اليوم اللي شرفنا بحضور سي صغير الصالحي معنا. مرحبا بك سي صغير. شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم. معنا زادة غسان بن خليفة من فريق بر الأمان، سمعنا ربورتاج قمت به في الكمور من ولاية تطاوين، ونشكر زادة إيمان شبعان من بر الأمان اللي ساعدنا في البرودكسيون. الجزء الأخير من الحصة هذه باش يكون بعلاقة مباشرة مع الكرونيك اللي كنا نسمعوا بها. نذكروا أنه آخر أجل باش يصدر منشور تحذير ميزانية 2018 هو 31 مايو على قريب. به المنشور هذا نتاع على الأقل نتاع سي رحيم بسيط، أيه؟ كلمة التمييز الإيجابي ما فيش هذا الباش يعني أكد برشا على محاربة الفساد والترشيد، أما ما ثماش تمييز إيجابي صحيح موجود مذكورة. لا هذا هذاك تراي كلام فارغ، معناها كلام شعارات، معناها تنجم تعمل يظهر لك الموضوع. أنا في رأي إذا كان في رأي الوضع ميزان القوى ما هوش في الوقت الحاضر اللي فيت التمييز الإيجابي من الفوارق زاد بالجهات، هو الموارد البشرية الموجودة فيها. رأوا تمشي الجهات معناها الموارد البشرية ضعيفة ياسر. رأوا الفارق الأساسي بين الجهات رأوا في التأطير الإداري وجود الإدارة والتأطير تم مؤسسات كاملة مش موجودة، مثلا البلايس ما فيهاش لا فيه لا سيبكس لا فهاش لا معناها المراكز التقنية لا دونك حضور الدولة والتأطير ضعيف ياسر. لذا يبقى يصعب البلديات احنا في تونس بشكل عام انا تطيرها ضعيف. نعطيك زوج مؤشرات. المؤشر الاول في 2015 في صيف 2015 السيد المسؤول الاول على اتحاد الشغل بتوزر يقول نحن راهو في توزر ناقصين 2300 موظف في الهيكل الاداريه الموجوده، وتوزر ما فيهاش برشا معتمديات على فكره خمسه ولا سته عدد معتمديات. يقول هذا التصريح نتاعو موجود. انا قمت بتقييم بالنسبه لولايه قفصه 13700 مليار اللي كنت عليها بكري. كي تعمل مثلا معناها نسبيه قداش لازم يكون عندها، ونحيت معناها منابات الوزارات السياده معناها من امن وجيش وخارجيه واهل المجر هذوما اللي يقعدوا في يقعد صحيح دون اي اشتغلت على الاخرين. نلقى طبيعيا لازم يكون معناها نسبه الاجور تتصبلها سنويا في الاداره، ما نتكلمش عن المؤسسات العموميه، في الاداره تقريب ما يقارب 500 مليار على 13000 مليار و700 واقعا بمقاربه اخرى نلقوها تتراوح بين 250 و300. لذا فيه راهو استفاده الجهات من المرافق العموميه متفاوته جدا. بقى نحب ناكد حاجه، راهو في ظل القانون الاساسي للميزانيه لسنه 2004 اللي تم تقييحه في سنه 2004 زي اخر في اخر فيرسيون تاعو 2004 راهو حتى ولو في ولايه محدده يعملوا لها اعتمادات. أيه. راهو الوزير عنده الحق باش ينقل اعتمادات من ولايه لولايه من غير ما يعلم حتى واحد، ومن مشروع لمشروع من غير ما يعلم لا مجلس نواب لا مجلس وزراء لا الوالي لا وحده. هذا الفصول 11 و16 من مجله من القانون الاساسي للميزانيه لسنه 2004 من غير تعليل من غير لا تعليل لا يعلم لا في الكتاب تنجم تقرا. أيه. خاطر متعرض لهذا بكل دقه الموضوع هذا. لذا انا نقول لك هكا، لكن اش نقول انا ربما المقترح في تقديري اهم وربما الوقت ما نعرفش شنو مازال بعض اللحظات وباش نخدموا نجم تكون هذه التوصيه الاخيره. انا التوصيه الاخيره للناس المحتجين في الكامور وفي غيرهم اللي احتجوا سابقا. أي. وقد يحتجوا لاحقا. أي. هو التركيز على القانون الاساسي للميزانيه المطالبه. هذاك راهو وقتها ينتقل المطالب نتاعها من مطالب اجتماعيه الى صراع سياسي كيف نتاع مثلا المؤسسات اللي تعتني بالتنميه. اخي علاش نحن بلادنا فيها شيره تدير التنميه فيها المندوبيه العامه للتنميه الجهويه
اللي هي الولايات نتاع تونس العاصمه ونابل وصفاقس وصح والولايات الاخرى عندها دواوين تنميه ومختلفين على بعضهم في صلاحياتها. معناها الدواوين تشتغل مع السلطه المحليه الوالي وكذا والجهويه، لكن المندوبيه العامه للتنميه الجهويه تشتغل مع الوزارات مباشره. هذا زدك القوانين معناها نتاع 82 83 84 85 لسنه 1994 واللي دافع عليهم سي مصطفى كمال النبي. لذا انا في تقديري ثم ثلاثه ولا اربع قوانين، هذا واحد منهم نتاع هياكل تكون بترميه، الموضوع نتاع الميزانيه القانون الاساسي للميزانيه. نذكروا فقط انه لجنه الماليه والتخطيط والتنميه باش تعقد اجتماع نتاعها يومي الاربعاء، يعني اليوم يوم مرور بث عايشك الحصه، ويوم الخميس ان شاء الله غدوه من الساعه 9 صباحا للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 71 2015. عنده برشا يستنى في في انا نطلبهم باش يركزوا على مضمونه اي، وباش ما يتعداش زاد كيف تعدى معناها جانبا معناها واحد وما يكفي من الشفافيه، خاطر باش تكلم على تمييز ايجابي ولا سلبي راهو ينجم يعمل لك تمييز سلبي تحت شعار تمييز الايجابي. معناها لذا معناها لازم قوانين، سلب قوانين، لازم معايير، لازم شفافيه، وهذا وقت تتوضح التمييز الايجابي شكون والسلبي شكون. سيد غير صالحي نحب نعود نشكرك على حضورك، شكرا غسان اللي رافقتنا في الحصة هذه، وشكرا إيمان شبعان من فريق بر أمان، وشكرا لكم أنتم مستمعينا، مرحبا بكل تفاعلاتكم على صفحة الفيسبوك بر أمان بالعربية ولا بالفرنسية مرحبا بكم، تويتر كيف نفس الاسم، ويوتيوب إن شاء الله الحصة هذه تلقاوها على ذمتكم مسجلة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وإذا كان عندكم اقتراحات أفكار تساؤلات ولا انتقادات 99-326-325 هذا الموضع الصوتي اللي على ذمتكم. نشكركم، قولوا لكم تلقوا الجمعة الجاية نهار الأربعاء الجاي، إلى اللقاء. بر الأمان.